السلام عليكم أعزائي الطلبة، أقدم لكم سلسلة من المحاضرات الإلكترونية لمادة السلامة الصناعية Industrial Safety لطلبة قسم الهندسة الكيميائية جامعة النهرين. نبدأ المحاضرة الأولى بمجموعة من المفاهيم والتعاريف الأساسية اللي تكون مبهمة وغير معروفة بالنسبة للشخص العامل في المجال الصناعي أو المجال المختبري، ومن هذه المفاهيم هو الهازاردز أو المخاطر. ما هو الهازاردز؟ ما هي أنواعه وما هي مسبباته؟ What's the hazards? A hazard is a condition with the potential of causing injury to person, damage of equipment, loss of material. Hazard is something that can cause harm like electricity, chemicals working up a ladder, noise and stress, etc. الهازاردز هو توقع حدوث الخطر المسبب للضرر للشخص العامل في المختبر أو للآلة أو موقع العمل. Types of hazards أو أنواع المخاطر. هناك أنواع عديدة مسببة للخطر، منها chemical hazards, biological hazards, physical hazards, ergonomic hazards والsafety hazards. المخاطر الكيميائية مثل مواد التنظيف والمبيدات الحشرية. البيولوجيكال هازاردز مثل الحشرات والعفن والآفات والأمراض المزمنة. السيفتي هازاردز مخاطر السلامة مثل الانزلاق والسقوط الحر وغيرها. والفيزيكال هازاردز مثل الضجيج والإشعاع ودرجات الحرارة العالية. صنف الهازاردز حسب أنواع المواد التي يتعرض لها العامل، منها أولاً فليمابلز قابلة للاشتعال، أوكسيدايزرز قابلة للأكسدة، كروسيف قابلة للتآكل بنوعيها الأسيدز الحامضية والبيسز القاعدية، الهاي رياكتيف ذات فعالية عالية، إكستريم توكسيس عالية السمية، وهناك مواد تصنف على أساس لها تأثير قليل بالنسبة للهازارز لو هازارز. هسه راح نتكلم عن مصطلح جديد اللي هو MSDS أو Material Safety Data Sheet. What's the Material Safety Data Sheet؟ في كل موقع عمل أو مختبر يحتوي على مواد كيميائية يجب أن يحتوي على كتيب أو مرجع يحتوي على المعلومات الفيزيائية والكيميائية للمواد الموجودة بالمختبر، سواء كانت تلك المواد صلبة أو سائلة. ومن هذه المعلومات هي الفلاش بوينت درجة الوميض، التيمبريتشر درجة الحرارة، البويلينج بوينت درجة الغليان وغيرها من الخصائص لغرض معرفة الظروف المناسبة لتلك المادة الكيميائية التي يجب الوقاية منها وقبل العمل بها في المختبر. هناك تصنيف آخر للهازاردز لا يعتمد على تنوع المواد التي يتعرض لها العامل، بل يعتمد على الظروف المحيطة، ومنها أولا خواص وظروف العمل للآلة الصناعية، ثانيا فشل التجربة سواء كانت بسبب المادة الكيميائية أو بسبب العامل في المختبر، ثالثا الإجهادات البيئية المحيطة مثل الضوضاء أو التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. تكلمنا عن الهازاردز وعن أسبابه وأنواعه، ويمكن وأن كيف يمكن التخلص من الهازاردز. باختصار يتم التخلص من الهازاردز بواسطة وضع خطة عمل محكمة ومدروسة لتلافي الأخطاء التي يمكن أن يقع بها الشخص العامل في المختبر، وتسمى Good Housekeeping. نأتي الآن إلى مصطلح جديد وهو الريسك. ما هو الريسك؟ هو توقع الخسائر المحتملة لمدة زمنية معينة بعد تكرار العملية الصناعية لأكثر من مرة. A risk is the chance, high or low, that any hazard will actually cause somebody's harm. Expression of possible loss over period of time after number of operational cycle. What's safety? ما هي السلامة؟ السلامة هي تلافي التعرض للمخاطر، علما أنه لا يمكن تطبيق هذا المفهوم بصورة كاملة لأن لابد للشخص التعرض للهازارد ولو بنسبة قليلة. What is damage؟ ما هو الضرر؟ هي خطورة الإصابات التي يتعرض لها الأشخاص أو الخسائر المادية التي تحدث عند فقدان السيطرة على مسببات الخطورة.
كان معكم المدرس يسرى صابر كريم، جامعة النهرين، كلية الهندسة. نلتقيكم في محاضرات قادمة.